بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حتكون عندنا المحاضرة السادسة وهي عن نظرية التركيب. نظرية التركيب هي نظرية المصادر المتعددة المغذية للدائرة، وهناك من يطلقون عليها نظرية التجميع. وتستخدم هذه النظرية عندما يوجد أكثر من مصدر تغذية، سواء مصدر جهد أو مصدر تيار أو كليهما معا. وتتلخص طريقة نظرية التركيب واستخدامها ضمن طرق تحليل الدائرة الكهربائية كما يلي: أنه إذا أردنا إيجاد قيمة التيار الكهربائي، المار في عنصر ما في الدائرة الكهربائية، فإن هذا التيار يمكن إيجاده عن طريق حاصل جمع التيارات الكهربائية الناتجة من تغذية الدائرة لكل مصدر على حدة، ووضع جميع المصادر الأخرى خارج الخدمة. الكلام هذا كله راح نبسطوه. طبعا هو قالك إذا كان عندك شنو مصدرين، كيف أنت تجيب ال، قالك تفصل كل واحد على حدة. يعني مثلا إذا كان أنت تشتغل بالمصدر هذا راح تفصل المصدر هذا، راح نطبقوها أفضل في البرنامج. على سبيل المثال عندنا نجيبوا ثلاث مقاومات، أول شيء نجيبوا نرسم الرسمة الرئيسية، وهنا عندنا مقاومة 2 3، وعندنا مصدر أخرى للجهد، يعني عندنا أكثر من مصدر. هنا روتيت توصيل توصيل، وهنا نوصله، كيف نحن نبسطه. راح نعطوهم قيم يعني نعتبره ان هذه مثلا الرسمة الرئيسية اللي عندنا، بحيث ان الرسمة الرئيسية راح نعطوهم كل مصدر جهد نعطوه قيمة، كل مقاومة راح نعطوها القيمة اللي تخصها. هنا لو فرضا هنا في واحد نعطوها قيمتها لتكن 10 مثلا فولت، هذه الأولى. لو نفرض أن المقاومات
أن الثلاثة ونطون فرضا نطون 100، 100 أوم، هذه آر واحد، هذه آر اثنين، وهذه آر ثلاثة. نفرض نخلي هذا آر اثنين، هذه آر ثلاثة. وهذه قيمتها راح نعطوها 5 فرضا، هذه 5 فولت، ولتكن 5 فولت، هذه في اثنين نجوا عند القيمة 5 فولت، 5 فولت. نجي الرسمة، هذه الرسمة الرئيسية عندنا، نجي بنبسطها، راح نرسم نفس الرسمة هنا، نجيب 1 2 3 عندي هذه روتيت، نوصل 1 2 توصيل، هذا الماستر بتاعنا، هنا قلنا 10، تمام. هذا V1، هذا خلوها R1، R2، هنا آر ثلاثة، آر ثلاثة، هذه قيمتها 100 أو 100 أو، وهنا 100 أو. يعني شدنا احنا هنا عبارة عن لغينا المصدر هذا، قعدنا نشتغل بمصدر واحد، قعدنا نشتغل بمصدر واحد. هنا راح نستخدم جهاز الأميتر، هنا جو الخانة هذه اللي فيها الأميتر، نجيبوا أميتر هنا،
راح نجيبه أميتر. لكن دول روتيت هنا بحيث انه يوصلوهن. هنا يعطيني هنا عندنا الاي توتال اي تي وهنا طبعا التيار بتاعنا عند وين؟ عند الار 3. لو نشغل الجهاز هنا شغلنا المفتاح اعطانا الاي توتال هي 66.67 ملي امبير. ثم عندنا شنو الاي عند المقاومة ار 3 تساوي ماينس 33.33 ملي امبير. هذا بالنسبة للأولى. الثانية راح ندير الرسمة الثانية من المصدر هنا مقاومة 2 3 تمام. نوصل بهذي نوصل بهذي نروتيت ننظم الرسمة بتاعتنا. حيث المرة هذه لغينا المصدر اللي هو كما قلنا بدري هنا قاعد عندنا كان هذه الفي 2 هذه الفي 2 هتكون قيمتها 5 نظم الرسمة. تمام. تمام هذه. تمام تمام هنا عندنا نفس الخطوة اللي بدري
نجيبه هنا أميتر مسلوب ونجيب هنا أميتر بلا روتيت ونوصله مع بالطريقة هذه. نشغل المفتاح هنا، هنا يعطيني سالب 16.67 ملي أمبير، وهنا أعطاني 33 سالب 33 ملي أمبير. هنا لو فرضنا ان هذه النقطة هذه مثلا النقطة هذه A، لو فرضا ندروها A small هنا، وهنا بي، هنا يعني في المرة لما يكون عندنا هنا مصدرين جهد، الخطوة الأولى نفصلوا المصدر اللي على اليمين، فصلناه هنا في الرسمة هذه، وجبنا التيار الكلي وجبنا التيار عند النقطة اي بي، هذه النقطة اي بي جبنا عندها التيار عند النقطة هذه في المقاومة ار ثلاثة، عند المقاومة ار ثلاثة. بعدين الخطوة اللي بعدها نلغو المصدر اللي هو اللي هنا، كان في واحد هذا لغيناه وخلينا مصدر وردينا مصدر في اثنين هنا، حطينا الاي توتال بتاعنا وحطينا الاي عند شنو؟ عند الاي بي، عند الاي بي. هذه باختصار نظرية التركيب، حيث ان احنا في كل مرة نلغي مصدر المصادر الجهر، مرة نلغي مصدر اليمين ومرة ثانية نلغي اليسار، بحيث يطلع لنا تيار في كل مرة تيار كلي وتيار عند النقطة A B. الجزئية النظري هو تطبيق متاحة، إن شاء الله راح نخلي ملف PDF حيكون فيها مثال بسيط، حيكون مع التجربة مثال نظري اللي بيطلع عليه مثلا بيتأكد من حله يطبق في نفس الجزئية النظري، حيطلع له نفس النتائج اللي طلعناها من بدري.